تتكلم مع بنت، أسألك يا شريف، هل ترضى أن يتكلم شخص غريب مع أختك؟ أجب، فإن كنت ترضى فأنت ديوث، وإن كنت لا ترضى فلما تكلم بنات الناس؟ عليك حلال وعلى الناس حرام. أخذ قاعدة أن الزنا دين، الكلام دين، الرسالة دين. اليوم إذا قارفت الزنا واقترفت الزنا فسوف يزنى بأهل بيتك، وإن راسلت فسوف يراسل، وإن تكلمت فسوف يتكلم مع أهل بيتك، دقة بدقة، ولو زدنا لزادت.